بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 77. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على ما تفيده الآيات من آخر سورة النساء، من قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، إلى آخر السورة. فنقول: ومما تدل عليه هذه الآيات الكريمات وصف القرآن الكريم بأنه برهان ونور. برهان يعني حجة، حجة واضحة، ونور بمعنى أنه يضيء الطريق للعباد ويخرجهم من الظلمات الكفر والشك والشرك إلى نور اليقين والعلم والإيمان. هذا هو القرآن الكريم والسنة النبوية. فما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه برهان ونور وروح. فلذلك أمر الله جل وعلا باتباع هذا الرسول جميع الخلق، من يريد منهم النجاة. وأما من لا يستجيب لهذا الرسول فإنما ينكث على نفسه ويهلك على نفسه، ولا حجة له عند الله سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الآيات وعد الذين آمنوا بالله وتمسكوا بكتابه بالهداية إلى الصراط المستقيم في الدنيا والجنة في الآخرة. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، هذا في الدنيا والآخرة، ولكن في الآخرة هذا الفضل وهذا الخير يستمر ويتواصل، وأما في الدنيا فهو موقت. ثم قال: ويهديهم إليه صراطا مستقيما. هذا في الدنيا، وهذا كما في قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى قد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ويؤخذ من هذه الآيات عظم شأن الفتوى، حيث تولاها الله بنفسه وولاها رسوله صلى الله عليه وسلم. ف الاستفتاء والسؤال إنما يكون لأهل العلم الراسخين في العلم، ولهذا قال سبحانه: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا منصب تولاه الله بنفسه وتولاه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يدخل فيه إلا عن علم وعن يقين ومعرفة وإخلاص لله سبحانه وتعالى. فلا يدخل فيه من ليس أهلا له، أو يدخل فيه من يتبع هواه ويريد صرف الناس عن الحق ويؤول النصوص ويحرف الآيات والأحاديث من أجل اتباع هواه أو إرضاء السائل. فالواجب على من استفتي وهو عنده علم أن يقول كلمة الحق، وإن استفتي وليس عنده علم
فليتوقف وليقل الله أعلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن شيء ولم ينزل عليه فيه وحي فإنه عليه الصلاة والسلام يتمهل حتى ينزل عليه الوحي من الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يدل على خطر الفتوى بغير علم. فليحذر هؤلاء الذين يتسابقون الآن إلى الفتوى في الفضائيات وفي الإذاعات وفي الصحف والمجلات وفي المؤلفات، عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله في الناس، وأن يتذكروا موقفهم أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا سألهم لماذا قالوا عليه بغير علم. ويؤخذ من هذه الآيات عظم شأن المواريث التي يخلفها الميت، فإن الله سبحانه وتعالى تولى قسمها بنفسه، فهو الذي قسمها وفرض الفرائض والتعصيب وبين الورثة بيانا شافيا، ولم يكلها إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يدل على عظم شأن علم المواريث الذي يسمى علم الفرائض. قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم المواريث وتعليمها للناس لأن الناس بحاجة إليها، ووصف علم المواريث بأنه نصف العلم، مما يدل على أهمية هذا العلم وحاجة الناس إليه. ويؤخذ من هذه الآيات بيان معنى الكلالة ولمن يكون ميراثه. والكلالة هو من لا ولد له ولا والد، ويكون ميراثه لإخوته وأخواته، الأشقاء أو لأب. ويؤخذ من هذه الآيات تفصيل ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب، أن الواحدة إذا انفردت من الأخوات لغير أم سواء كانت شقيقة أو لأب أنها تأخذ النصف، وأنها إذا زادت على الواحدة وليس معهم من يعصبهم من الذكور فإنهن يأخذن الثلثين، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، وكذلك إذا زادتا عن الثلثين وإذا زادتا على الثنتين فليس لهم إلا الثلثان مهما بلغنا من العدد، وإنما الحد الأدنى لمن يستحق الثلثين هما الثنتان. وأنهم إذا كانوا خليطا من الأشقة والشقيقات أو الإخوة لأم والأخوات أو الإخوة لأب والأخوات لأب فإنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا فيه تفضيل الذكور على الإناث في بعض مسائل المواريث، وهناك مسائل يستوي فيها الذكر والأنثى كما في الإخوة لأم، قال تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك أكثر من الأخ أو الأخت فهم شركاء في الثلث. فالإخوة لأم يستوي ذكرهم وأنثاهم. ويؤخذ من هذه الآيات بيان حكمة الله في تفصيل الأحكام، أنه فصلها سبحانه لعباده لئلا يضلوا فيها ويخطئوا فيها ويقعوا في الخطأ الذي يضرهم ويضر من أفتوه. ويؤخذ من هذه الآيات سعة علم الله سبحانه وتعالى، حيث قال والله بكل شيء عليم، وفي ضمن ذلك الوعيد لمن عصى الله سبحانه وتعالى ولمن خالف في المواريث
التي شرعها الله، فأراد أن يسوي الذكر بالأنثى فيما لم يسوه الله بينهما فيه، فإن الله يعلم تصرفه. وحتى لو كان في قلبه تردد في هذا فإن الله يعلم ما في قلبه. ولهذا لما ذكر المواريث في أول السورة قال تلك حدود الله ومن يتعدى حدود وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله يدخله نارا، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فالذي يلحد في المواريث أو ينقض المواريث أو يتصرف فيها عن وضع الله لها فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.